السلام عليكم، معك الدحاوي ميلو، صانع تقليدي المنتوجات الداكسي ديال الجيل التان. تعلمت فاس، درت التكوين المهني فاس، شي 12 عام وانا تنخدم فاس. خدمت مع معلمين قدامين تبارك الله ديال الصناعه ديال الجيل، ديال البلغه، ديال الصباط، ديال الزناقيه، الشربيل، كلشي تنخدمو. جيت لهنا استقريت هنايا في الحاجب، عطاوني محل في مجمع الصناعه التقليديه في طريق فران. تنخدم تما، دابا تنعلم، تندير شويه التدرج المهني، تنعلم دراري وانا بوحدي اللي في هنايا في الحاجب تنخدم هادشي ديال الجلد، وتنعلم دابا شويه الدراري تما والبنات وداك الشيء. غير شي شويه البيع قليل، شي شويه تما الناس مازالين ما جاي بعيد شويه المركب خارج على المدينه، والبيع شي شويه قليل. دابا تنطلب من المسؤولين ديال الحاجب الله يرحم الوالدين يعطوني شي بليصه فين نبقى نعرض المنتوج ديالي من جهه عين خادم، راه كاين تما تيجيو شويه الزوار لعين خادم وداك الشيء، نعرض هذا الشيء ديال السياحه. هذه الصناعه التقليديه راها محسوبه نيت ديال السياحه، بغيت نعرض شي بليصه فين نعرض المنتوج ديالي تما في عين خادم الله يرحم الوالدين. استاذ هذا المعرض هذا استفدت، هذا المعرض تبارك الله راه تنستافد، هذا فين تنبيع؟ تنبيع في المعارض بحال هكا ولا شي مواسم ديال العيد الكبير العيد الصغير، هذا فين تنبيع. اما البيع اليومي المصروف اليومي، عندي وليدات تيقراو وعندي شي التزامات ديال المبادره وديال داك الشيء، خصني المهم شي حاجه نصورها يوميا باش نكفي راسي ونكفي وليداتي. راه دابا بحال اللي مقصح شي شويه على المصروف اليومي، ما تنصوروش هنايا في هذاك المركب. ما كتخرجش المعارض خارج تنخرج، ولكن المعارض تيكونوا قلالين شويه، ماشي المعارض مع الصناع تبارك الله بزاف، ما تجيك السويفه مره ولا جوج هكا تستافد من المعرض. هاد المعرض دابا جانا لهنايا لمدينه الحاجب راه زوين والله. يعني هاد المبادره اللي داروا الناس، هاد المبادره اللي داروا هنايا في الحاجب راه نفعتنا بزاف والله، راه تنستافدوا تنقراو شويه، تيزيدوا يطورونا شويه كيفاش تبيع مع الزبون، كيفاش تهدر، كيفاش هذا، تنستافدوا مزيان من هاد المعرض هذا. السلام عليكم، قدمكم السي مرناسي عبد السلام، عود تعاونيات تيسوفه اقليم الحاجب اي طبور زوين، عونيات لتربيه النحل ومعداته. عندنا صناديق ديال النحل كندورو في المغرب كامل على المنتوج، اي بلاصه فيها الرعيه ديال النحل كندوز الصنادق لتمايا، والمنتوج اللي جبناه كنجيبوه نديرو بوحدو. كلمني على انواع المنتوج اللي عندك. انواع عندنا حبوب اللقاح، حبوب اللقاح راه كنحيدوه للنحل كيستعملوه هو ولادو، ولكن الانسان. عندنا عسل السدره، عسل السدره منتوج هذا محلي السدره، لان كاينه هنا غير اقليم الحاجب مع اقليم افران. شحال الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 200 درهم الكيلو. قول لي علاش كنلقاو بحال دابا السدره كنلقاو اختلاف في الاثمنه من تعاون لتعاونيه، شنو السبب؟ من تعاونيه لتعاونيه السبب خصك كيرجع للمستهلك، يشوف شنو كيداير هذا المنتوج هذا، كيدوقوا كيشوفوا احنا دايرينوها، دايرين كل منتوج دايرينو باش يدوق بنادم كيعرف شنو هو المنتوج. كاين اللي فيه نغمه السدره، كاين اللي ما فيهش نغمه السدره. شنو النوع اخر اللي عندك؟ عندنا نوع واحد اخر، عندنا مرونه. شنو هي المرونه؟ مرونه هذه عسل ديال الغابه، انت ديال باخ منو ساسنو. هذيك الزيت ديال المنطقه؟ الزيت ديال المنطقه هذه. شحال كدير هي الليتر؟ هذه كدير 75 درهم. انت كديرها العام الاول؟ العام الاول كان رخيص، هذا العام راه الزيتون طلع بزاف. العام اللي داز كان يلاه وصل 50 درهم. وشنو السبب باش زاد 25 درهم؟ ما جاش الزيتون هذا العام. هذا العام ما جاش الزيتون، العام جا قليل.
شكرا جهة فاس مكناس المشرفة على التهيئة في إنجاح واستقبال وتنظيم هذه الفعاليات المقامة هنا في مدينة الحاجب. شكرا لكم انتم العارضين والعارضات من مختلف التعاونيات. ألف 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 مرحبا بكم. انت واش كتشري كتزرع؟ سعيد الزياني مقدر الحمد لله الله يحفظك. المغرب واحد تعاونوا كامل باش نشوفوا لكم شعبا النجاح ديال مقاول بسيط هو النجاح ديال المغرب كامل.